السلام عليكم. الله يخليك، انا كنقلب على بنتي سميتي فاطمه مراس. من نهار الجمعه مع الثلاثه كنا جالسين بخير وعلى خير، واكله شاربه، ما عندها حتى شي مشكل يعني معانا ولا مع باها ولا مع خوتها. تغديت مع المراه قالت لي ماما انا نطلع للدار، هبطات ما لحد الان انا كنقلب ديكلاريت، البوليس كيقلبوا والعائله كيقلبوا، ما عرفت شنو الحل بها لحد الان. لحد الساعه ما عندي على حتى شي خبر، حتى شي واحد ما اللي كيعيطوا، وانا كنطلب من الناس اللي كيعيطوا ليا الله يجازيهم بخير. انا قلبي محروق وما كيعيطوا كيبغيو يتحرشوا. انا راه دايره هاد الليف باش نقلب على بنتي، ما باغاش الفلوس، ما باغا حتى شي حاجه، باغا بنتي. ني شي حد اللي عارف لا شي معلومه يتصل بي الله يجازيه بخير، اللي ما عرفش معلومه ما يعيطش ليا. الله يرحم الوالدين، انا ما كنطلب حد يعطيني فلوس، ما كنطلب حد، كنطلب مساعده. الا في قلوبكم الرحمه المغاربه الله يرحم لكم الوالدين، راكم تتحرقات راه ما بقيتش قدرت ضروني نكمل الهضره. راه ما كنعس، ما كنشوفو، ما كنطيب، ما كنشعش البوطه، ربي هو اللي تيعلم بيا. وما كيعيطو في التليفون قالوا لا واش تقدر نتلاقى معاك، واش تقدر ديري معايا علاقه، هادشي راه حرام وعيب. الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. انا بركه داكشي اللي فيا كنقلب على بنتي، بغيت بنتي كيما تكون حالتها انا تجي لعندي، تجي عند خالتها ما تجيش عندي كاع، تجي عند خالتها تجي عندها، ما كاين حتى مشكل، راه ما كاينش اللي يدوي معاها. انا راني ما كنعس، ما كنشوف، راه كنخليهم حتى كينعسوا كنخرج للزنقه. راه البارح ما دخلت انا حتى لحد 12 ونص ديال الليل، عاد دخلت من الزنقه يتقاسى في باب الجامع وانا جالسه كنطلب في الله، وما كاينش اللي كيرحم، ما كاينش اللي كيرحم، ما كاينش اللي يعيط وقال شي حاجة على هاد البنت. ما عرفنا ميتة، ما عرفنا حية، ما كنعس، ما كنشوف، وما كن قلبي كيتشوط على بنتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم غير تقلب عليها، قلب تعيت. أنا اليوم اللي جلست في الدار اليوم، أما اليوم الأخرى الليل وأنا هارم أنا في الزنقة، طب تعيت. أنا مريضة، ما بقاش عندي تسوفر باش غنخرج ولا نجري ولا نقلب، عيت عيت ومريضة مريضة، ما قدرش تنبقى نطالع في الدروج هابطة. وهادشي اللي كاين سيدي، ولا اله الا الله محمد رسول الله، ونطلب اللي شافها وعنده شي على شي خبر الله يرحم ليه الوالدين. يسلمها على البوليس، يهزها ويقول لها سير بنتي على البوليس. الله يرحم الوالدين، راه كلشي راه والد وعارف بحق اشنا هي الكبده، راه تكذب لي ما والدش. والمغاربه راه في قربهم من الرحمه، شي وحدين، اما شي وحدين راه قلبهم ما فيهش الرحمه. كيشوف هذاك محروق على بنتها، حرام. واخا بنادم معاه مكالمه مع شي حاجه، اي حاجه بنادم يوصلنا لشي نتيجه، النتيجه ما كاينه حتى نتيجه. انا البوليس الله يخلف عليهم دايرين خدمتهم، كيجاوبوني في اي دقيقه، كيوقفوا معايا، كنعيط لهم، كنعطيهم شي معلومه، كيسجلوها في المحضر، ما عنديش مشكل معاهم. المشكله ما كاينش اللي اتصل، ما كاين اللي قال لي حتى شي كلمه. ولا اله الا الله محمد رسول الله. وهادشي اللي كاين اخويا كذب عليك. ما خرجت وشحال هادي باش خرجت؟ خرجت ولدي الجمعه اللي فاتت مع ثلاثه، حيت انا كنت مع السيده، طلعت للدار مع ثلاثه ما لقيت حتى حد. هادشي اللي كاين، ما مضاربينها، ما مخاصمين معاها، ما عندها حتى شي مشكل. ولا كتسمعيني يا مريم، راني ميمتك، راك حرقتيني في قلبي، راه عندي عوينه وحده باش كنشوفها مريم، راه عندي بنيتي، طلبت الله يعطيني بنيتي، ربي عطاك لي بنيتي، راني كنموت عليك، راني قلبي كيتشوى عليك يا بنيتي، راه ما كناكلش يا مريم، راه ما كنفطر، ما كنتغدى، ما كنشعلش البوطه مريم، راه البوطه ما كنشعلش في الدار مريم، راني ما كنطيب، ما كندير حتى شي حاجه لخو خوتك يا بنيتي جي عندي حبيبة ديالي، جي عندي بنيتي، أنا ماما كنهزك وغنمشي نسافر، جي عندي، مشي أنا وياك فين ما بغيتي، جي عندي بنيتي، أنا مزوقة فيك، راني كنت تشوات ليا، راني كنت كتحرق. الله يرضي عليك يا مريم، الله يرضي عليك يا مريم، ها هي بنتي مريم، وجهها الحقيقي مريم.
هيا مريم، هيا مريم، هيا مريم الفنة، هيا مريم. كتقول يا ماما انا غنكون ارتيست، كتحمق على المكياج وكتحمق على هادشي، وتقول يا ماما انا غنقرا وانا غنوصل. وما الصبر يا ماما، وحنين في بنتي ما عرفتش واش مخطوفه، واش شي واحد هزها، واش شي واحد دوى معاها في التليفون ولا هز الطوموبيل ولا ما عرفتش. عندي الان، عندي الان، عندي الان بغيت غير شي شي حاجه تبردني. باقا ما بردتش اخويا، باقا لحد الان ما فهمتش. عييت، عييت بالتقلاب سيمانة ماشي سهلة. ما خليت الرباط، ما خليت جديدة، ما خليت محمدي، ما خليت لا غيجو ديال كازا كامل. قلبت عييت، انا شاد دالارد، انا شاد دالارد، مريضة، عندي الطونسيو، عندي السكر، عندي العصاب، عندي مجموعة فيها كاع الامراض. اجي عندي بنيتي، اجي عندي بنيتي، نمشي فين ما بغيتي، نمشي في حالتي من هاد كازا، اجي عندي، نمشي انا وياك فين ما بغيتي، نمشي نعيش انا وياك. انا راه كلشي كي عير فيها، وكلشي تيقول لي تتشوينا وتديري. انا ما عنديش مشكل، انا ما عنديش مشكل بنيتي، انا انت بنتي. اجي عندي بنتي، الله يرضى عليك، اجي عندي بنيتي، انا مزوقه فيك. اجي عندي بنيتي، اجي عندي كوبيتي، اجي عندي عوينتي، اجي اجي بنيتي، اجي. زوج تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.